وإلى أخبار قطاع الناشئين، حيث أشاد الدكتور عمر أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بأداء وروح فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 2002 الذي توج بلقب دوري القطاعات. وكان فريق 2002 قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 أمس الجمعة على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، وتوج رسميا بلقب دوري القطاعات. وقال أبو المجد إن فريق 2002 أكمل مسيرة النجاح التي يعيشها قطاع الناشئين بالنادي الأهلي هذا الموسم، والتي بدأت بتتويج فريقي 2000 و2001 بلقب الدوري. وأشار أبو المجد إلى أن العام الثاني من استراتيجية تطوير قطاع الناشئين ستشهد تحقيق المزيد من الألقاب والنتائج الإيجابية سواء في البطولات المحلية أو الخارجية. قال خالد جدالله مساعد مدير قطاع الناشئين لفرق المسابقات إن فوز فريق كرة القدم مواليد 2002 على الزمالك في مباراة القمة يعكس جهد وعمل خلال موسم كامل. وأشاد جدالله بالالتزام الفني للاعبي الفريق خلال مباراة الزمالك التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الأهلي أمس الجمعة ومنحت النادي لقب دوري القطاعات. وأضاف جدالله أن الأهلي ابتعد لفترات قليلة جدا عن القمة خلال الموسم، ولكنه عاد بقوة إلى الصدارة وبذل الجهاز الفني واللاعبون كل ما يمتلكون من جهد من أجل حسم اللقب. وأوضح جدالله أن نتيجة التعادل أمام الزمالك كانت تكفي لتحقيق الأهلي اللقب، ولكن اللاعبون أصروا على تحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة ليثبتوا أحقيتهم بالتتويج باللقب.